أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين واعتقال شخص واحد على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين في نابلس شمالي الضفة الغربية. قال مراسل العربي إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في مخيم العين في نابلس وأرسلت مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى المكان قبل انسحابه منه. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عملية الاقتحام تخللها إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات في المنطقة. من مخيم العين في نابلس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، كيف يبدو الوضع الآن في المخيم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية الخاصة منه؟ يعني الأوضاع هادئة تقريبا في مدينة نابلس في مخيم العين، ولكن حالة من الغضب وتخيم على المخيم لا سيما وعلى مدينة نابلس بشكل عام لا سيما أننا نتحدث عن 4 شهداء منذ الأمس وحتى اليوم في مدينة نابلس. بالأمس اغتالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين عند منطقة جبل الطور في جبل جرزيم، واليوم استشهد الشاب محمد ندى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لهذا المكان واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. الاقتحام كان بادعاء الوصول لأحد المطلوبين، وتم اعتقال فلسطيني صنفه الاحتلال بأنه مطلوب للمخابرات الإسرائيلية. وخلال الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد 23 عاما. انطلقت جنازة الشاب من مستشفى رفيديا باتجاه مدينة نابلس وقرب البلدة القديمة، ومن ثم تم الوصول واستمرت هذه الجنازة حتى وصلت إلى مخيم العين ومن ثم إلى مثواه الأخير. نتحدث رويدة عن أكثر من 50 شهيدا في مدينة نابلس منذ مطلع هذا العام في المدينة والمحافظة بشكل عام، أي في القرى التابعة لهذه المدينة. وأيضا عمليات الاقتحام هي مستمرة ومتواصلة للضفة الغربية، والتي عادة ما ينتج عنها سقوط لشهداء فلسطينيين بسبب استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة وإطلاق النار باتجاه الأجزاء العلوية على الفلسطينيين مما يؤدي إلى استشهادهم. لذلك نتحدث عن استمرار لهذه الاقتحامات إلى الضفة الغربية، وأيضا حالة من الغضب هنا في نابلس جراء ما جرى هذا اليوم وجراء استمرار نزيف واستمرار ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والاستهداف المباشر لهم. شكرا مراسلنا أحمد جرادات من مخيم العين في نابلس.